من الأحفاد إلى الأجداد، هي طريق انتقال مهنة الطراح بين عائلة شلبي بالحروش في سكيدا، طريق بدأها الجد في أربعينات القرن الماضي وتتواصل إلى اليوم. بديت من المرحوم من الشايب، هو بداها جوية الربعينات، وأنا كنت صغير نقرأ ونمشي معاه نخدم. ملي ديتها في 65 بديت نمشي معاه نخدم، ومن بعد كي توفى هو وليت نخدم وحدي، وزدت ملي تعلمت طفل بني ولادي دوكا كل يخدموا هاك، وليت علمت خاوتي هذولا. احنا قاعدين حاكمين في الحرفه هذه، ما عندنا يعني حتى مدخول، هذه هي الحرفه، هذا هو الخدمه تاعنا، هذا هو يعني ما عندنا حتى نقولوا ما خدمناش خلاص مع الدوله، هذه هي الحرفة تاعنا ملي تعلمناها من عند الشايب. تعلم الآباء فعلموا الأبناء، الذين ورغم أنهم واصلوا الدراسات الجامعية إلا أنهم تمسكوا بحرفة الأجداد. وقت الحالي أنا نخدموا مع الأب تاعنا في هذه المهنة، يعني بديناها من الصغر، من الصغر حتى الوقت هذا احنا نخدموا فيها، والحمد لله احنا ناكلوا فيها نخدموا عايشين بها. انا كنت طالب جامعي، تخرجت في 2015، زيد ديبلوم تاعي سي بون، دفعت الدواسه من المدين، بعد حكمت الحرفه تاع الاب والاجداد كما نقولوا، من بابا من جدي لبابا ليا انا. الحمد لله على كل حال، بالعكس انا فخور بها هذه الحرفه كما نقولوا حنا، ديت على جدي وبابا، بالعكس بيان سور نكون فخور بها. إذن هي رحلة طويلة تعلمت فيها أجيال من عائلة شلبي الحرفة، وصنعت بها لنفسها اسما في المجال، واكتسبت ثقة واحترام الناس.